أخيرا طلب رسم ما يعذبني وأقدر أبدع فيه على راحتي. تعالوا خلنا نسوي لوحة. أستخدم للوحة كلها ألوان فاتحة، فبخلط هي كل الدرجات أبيض. الألوان من الحين صارت تفتح النفس. لين يجي في بالي حلويات دائما أتخيل السماء وردي وبحري. خلنا نحط الحين رينبو. الحين بس بكمل الرينبو. ما يصير هلا تسوي لوحة ما تحط فيها غيوم. بحط الحين نجوم بالأصفر. بسوي هني جبل بهاللون. بحط عليها الحين بالبني كذا حق صير شوكليت. أنا ما ينشف الشوكليت، بسوي هني حلاوة ثانية. بحط تفاصيل بهالشكل على الحلويات اللي سويتها. خل بحط الحين سبرينكلز على الشوكليت. بزيد الحين حلاوة وتفاصيلهم. حطيت على هالجبل كريم حق بين كنا مافن وبحط عليه حلاوة. بطمل الحين أحط حلاوة. خلاص كملت اللوحة يا جماعة، أحد هالجن تشوفوها صراحة حدي مستانسة على اللوحة. كتبوا لي إيش رأيكم فيها.